كابتن اسامه، النادي الاهلي قادر النهارده على الفوز باذن الله رب العالمين، واستعادت ثقه جماهيره اللي اتهزت بعض الشيء الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. وعايز اتكلم معاك بقى في حته بقى اللي هم الحسابات. دلوقتي بعد ما سيمبا اتعادل النهارده مع المريخ خارج ملعبه، سيمبا هيروح له المريخ وبعدين فيتا كلاب، يعني عنده ماتشين على ارضه، هو عنده 7 نقط. طبعا الوضع الطبيعي ان لما يجي لك فرقتين اقل منك فنيا على ارضك المفروض ان انت تكسبه، فهو هيوصل للنقطه 13 وعنده 7 نقط. احنا كنادي الاهلي مطالبين النهارده ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسب، هنبقى 6 نقط. عندنا ماتشين جايين ورا بعض خارج ارضنا بره ملعبنا. النهارده ان شاء الله، يعني صعوبه المباراه ان احنا محتاجين المكسب فيها. في المباريات اللي بتبقى عنق زجاجه علشان تقدر تعديها عشان يعني تركب المجموعه وتبقى اول المجموعه تتصدر المجموعه، مش محتاج الاداء على قد انك انت تقدر تطلع بال3 نقاط. دي النقطه الاهم. صعوبه المباراه النهارده واحنا بنقول ان انت محتاج ال3 نقاط، بعد كده ممكن بعد كده يلعب المواجهات المباشره دور. صح. فانت النهارده مكسبك لفيتا كلوب النهارده على ملعبك بنتيجه مريحه، عدم تلقيك اهداف ده شيء مهم برضه، بيدخل بعد كده في المواجهات المباشره. فالنهارده دي صعوبه المباراه. اللي عقد المجموعه مكسب فيتا للمريخ على ملعبه. مظبوط. المريخ يعني ما ظهرش في البطوله، هو لعب حوالي ماتشين او 3 ماتشات لحد دلوقتي، 3 ماتشات ما ظهرش بالشكل المخيف. فالنهارده النادي الاهلي مكسبه للمريخ، وكان قادر انه يكسب اكتر من 3. فيتا كلوب هناك يعني قدر يكسب باريحيه المريخ، فالنهارده مكسبنا لفيتا كلاب مهم جدا 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 النهارده. فيتا كلاب هيعتمد زي ما الكباتن قالوا، النهارده هيدافع بشكل كبير، هيلعب على المرتدات، عنده سرعات قدام في الخط الامامي ده اللي هيلعب الشكل عليه. لكن النهارده النادي الاهلي احرازه لهدف من بدايه المباراه ده مهم جدا، هيغير سيناريو المباراه. مش عايزين نشوف زي ما شفنا في مباراه المريخ النهارده اهداف كتير، او الشوط الاول عدى وانت بتضيع فرص كتير. لا، المباراه زي النهارده لازم تنزل ضاغط من اول مباراه، لازم تحط الشخصيه بتاعت النادي الاهلي، لازم يبقى عندك سرعه في الباص وفي التحرك. مش عايزين نشوف مركزيه في اللعب، لا، مهم جدا عمليه اللامركزيه في الخط الامامي، حته تبادل التحرك، سواء اللي هيلعب مثلا اجاييه، هيلعب حسين الشحات، هيلعب قفشه، هيلعب واليا، يعني حسب التشكيله هيحطه موسيماني النهارده. فالنهارده عمليه اللامركزيه النهارده مهمه جدا، خاصه ان اضعف نقاط خط فيتا كلاب هو الخط بتاع الخط الدفاعي، الاثنين اللي بيلعبوا في القلب. مزبوط. شفنا اهداف فيتا كلاب في المريخ، وشفنا الهدف اللي دخل في المريخ. الهدف اللي دخل في المريخ فيتا كلاب تمركز يعني ساذج من مدافع فيتا كلاب، فده اضعف نقاط فيتا كلاب الخط الخلفي، خاصه الاثنين المساكين اللي في عمق العمق الدفاعي. فده ممكن تقدر تشتغل عليه النهارده بشكل كبير عن طريق الناس اللي هتلعب في الخط الامامي. لكن صعوبه المباراه النهارده مش كفيتا كلاب كمكسب، لا، يعني الكابتن علي قال لك فيتا كلاب في المتناول، فرقه تكسبها، انت العب ادائك وخليك النهارده في مستواك. والنهارده حته انك تاكد على احراز الاهداف بشكل كبير مهمه، علشان دي هتساعدك بعد كده في المواجهات المباشره. صحيح، يعني انت ميال لان النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يحسمها الماتشين دول، اللي هو النهارده فيتا كلاب واللي جاي فيتا كلاب. خلي بالك الفريق الكبير اللي عايز ياخد بطوله دايما، يعني مش العمليه مش المباريات على ملعبك بس، ده انت المباريات اللي بره ملعبك دي اللي بتوصل رساله لكل الفرق انك انت النهارده ادائك. ودايما بضرب المثل بالبطوله اللي فاتت، البطوله التاسعه. صحيح. انت خدتها ما خدتهاش في المباراه الفاينل، لا، انت خدتها في مشوار بطوله. انت صحيح. لما بتكسب بتتعادل مع الهلال السوداني بره وهو بيتعادل معاك في مباراه كبيره باداء قوي، النهارده لما بتتعادل مع صن داونز باداء كبير بره ملعبك رغم الهزيمه اللي كانت السنه اللي قبلها باثار نفسيه، ومكسبك للوداد على ملعبه في الدور قبل النهائي. برافو. فانت دايما الرساله بتوصلها مكسبك خارج الديار مش على ملعبك بس. مظبوط. هو طبعا الاول انك بتكسب على ملعبك الاول طبعا، ده شيء اساسي، الافضليه لما تكسب بره كمان طبعا، ده المهم بالنسبه للفرق الكبيره اللي بتسعى دايما انها تاخد بطوله.